عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم وليمة مع حليمة مع حلقة جديدة اللي غتكون سهلة مهلة. غنحضروا حريشات في الفران معمرين بالجبن. دابا غنخليكم تشوفوا معايا لائحة المقادير وندوزوا مباشرة باش نوجدوهم. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي. كنديروا السميدة ديالنا اللي كتكون مغربلة من قبل، كنزيدوا ليها النواشف كامله، السكر هنايا عندي نص كاس، كنديروا الملحه غير شويه لان هاد الحريشات حلوين، غير نعدلوا بهم المذاق فقط، شويه الخميره غير هكذا، جوج خمارات من فئه ديال 8 غرام يعني 16 غرام بالمجموع، لان هما اللي غيشقوا لينا هاد الحريشات. كنخلطوا وغنزيدو كاس ما عامرش ديال الزيت، وطبعا زيت نباتي صافي، وغادي نبسوها بحال اللي كنديرو الحرشه عاد مزيان حتى تتلبس كامله بالزيت. صافي، ونديرو الكونفيتير معلقه كبيره، كنزيدو الزبيب او نخليوه حتى الاخير ماشي مشكل، غنجمعو بالبيضه الكاس ديال الحليب او نسبقو من الاحسن العلبه ديال الياغورت الطبيعي ونجمعو بالحليب. طبعا غادي نزيد هذا الكاس، راه كيجي يعني عبار اللي هو مضبوط خصوصا الا كانت النوعيه ديال السميده مزيانه، هي بهذا الشكل بلا ما نعجنو غير بالاصابع ديالنا. كتبان لكم في الاول راها خفيفه ولكن راها غادي تشرب ضروري. طبعا نكملها بالتخلاط، نغطيها ونخليها 10 دقائق ترتاح ونرجعوا نشكلوها. بعد ما كترتاح العجينه 10 ديال الدقائق ضروري كنغطيوها، كتكون مازال خفيفه شويه ماشي بحال كانت، ولكن خصها تكون خفيفه. كنقدوها كويرات الحجم اختياري، بغيتهم كبار او صغار لكم الحريه. هنا غادي ناخذها ندير حفره في الوسط، ناخذ الجبن بحال هكا ونديروه في الوسط، ممكن تزيدوا او تنقصوا على هادشي اللي درت، غير الا كنتو مبتدئه ديروا غير كميه قليله باش ما تعذبكمش. صافي، كنبدا كنجمع الاطراف، كنجمع عليها. الا لاحظتوا انها كتلصق لكم بزاف وعذبات لكم في يديكم ديروا شويه الزيت، انا راه واخا هكاك كنعاود نجمعها كتقاد هذا الشكل. ومباشره كنديروها في السميده، غادي ندير وحده اخرى ومن بعد نهزهم بجوج بهذا الشكل. هذا سهله وكتوجد بسرعه عامر هكذا، كنديروها في السميده وكن ممكن تستعملوا هذه السميده الرقيقه نيت او ديروا الغليظه، انا كتعجبني غير الرقيقه. صافي، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم منين يطيبوا. الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا او الحريشات على شكل غريبه منين طابوا في الفران هو هذا، كيتشقوا كيطيبوا كيتحمروا وكيجيو لذاذ بزاف، مذاق الحلاوه ديالهم مع المذاق ديال الجبن شي حاجه زوينه، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساوش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي برنامجكم وليمة مع حليمة، والى اللقاء.